مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. النهارده هنبدا مع البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهره واللي عقد على مدار يومي 8 و9 فبراير تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. البيان الختامي تضمن اتفاق الفصائل الفلسطينيه على عقد اجتماع في القاهره خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات اللي هيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني. كمان اتفق المجتمعون على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها والتأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه. وتوجهت كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة، وتتوجه له للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها المختلفة. معانا على التليفون العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بحضرتك، وإزاي قرأت مخرجات ونتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟ مساء الخير لحضرتك يا أستاذة إيهام، تحياتي ليكي والسادة المشاهدين جميعا يا فندم. يعني الحقيقة أنا شايف إن إحنا قدام نقلة نوعية إيجابية للأمام على مسيرة العمل الوطني الفلسطيني. يعني الحقيقه الجهود اللي بذلت في القاهره وربما في شهور سبقت وصول الاشقاء من الفصائل الفلسطينيه الى القاهره من قبل المؤسسات المصريه والاجهزه المعنيه وبرعايه ودفع كامل من القياده السياسيه المصريه للوصول الى هذه المحطه، يعني اعتقد ان هذه الجهود لم تذهب سدى، بل بالعكس النهارده كنا قدام نتائج غاية في الإيجابية تفتح أفق جديد الحقيقة لطالما انتظر المواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني بكامله، وهو أن يكون لديه أمل وفي صناعة أفق جديد لحياة سياسية مستقرة تنبذ كل أشكال الخلافات الداخلية الفلسطينية وتتقدم من أجل بناء مؤسساته الوطنية على أسس راسخة وعلى توافق كامل كما جاء في نصوص البيان الختامي اللي حضرتك تليتيه منذ دقائق، تحديد خريطة الطريق بخطوات محددة واضحة المعالم بخريطة زمنية هيتبعها الحقيقة محطات تالية إن شاء الله في شهر مارس بالقاهرة تستكمل ما تم بدءه اليوم. الثناء الفلسطيني ودعوة الجانب الفلسطيني للأجهزة والمؤسسات المصرية كي تكون مراقب وفاعل وشريك في صناعة هذا المستقبل، أنا بشوف أنه هو أمر منطقي للغاية يعبر عن امتنان الشعب الفلسطيني كله لجهود مصرية الحقيقة بدأت منذ عقود ربما تطورت في السنوات الماضية لكنها راسخة عبر التاريخ وعبر العقود الماضية من المؤسسات المصرية من القيادة السياسية المصرية من الشعب المصري اللي بيقف جنب الأشقاء الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم والوصول إلى حالة من الاستقرار
تدفعهم الى مستقبل اعتقد افضل كثير مما عليه الوضع في اللحظه الراهنه. طب الفصائل الفلسطينيه المشاركه في الحوار سيادة العميد اعلنت عن تقديرها لمتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود، وطلبته كمان بتوجيه الجهات المعنيه في مصر لمتابعه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركه الفاعله في الرقابه على الانتخابات الفلسطينيه في مراحلها كافه. الى اي مدى ده بيعكس الدور التاريخي لمصر في دعم جهود المصالحه والوقوف بموقف ثابت وراسخ تجاه القضيه الفلسطينيه؟ يعني الحقيقه ما فيش شك في ده، والدعوه الفلسطينيه كما اشرت دعوه منطقيه وواقعيه للغايه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالعوده للذاكره في خطاب تنصيبه الرئاسي في العام 2014 كان من اوائل القاده على مستوى العالم وليس على مستوى العالم العربي فقط اللي اعاد مره اخرى التاكيد واطلاق شعار ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه العرب المركزيه. بعد سنوات الحقيقه كانت تراجعت جراء الكثير من الاحداث اللي مرت بها المنطقه، كانت القضيه الفلسطينيه بتدفع ثمن باهظ من التجاهل ومن التجميد ومن قله الاهتمام الدولي والاقليمي. 2014 وضع السيد الرئيس في خطاب تنصيبه الرئاسي تحدث عن قضيه فلسطين باعتبارها قضيه العرب المركزيه، ومنذ هذا التاريخ وصولا الى اللحظه الراهنه لم يترك محفل دولي ولا منصه دوليه بدايه من الجمعيه العامه للامم المتحده وصولا الى كل لقاءاته الرئاسيه وكل نشاطات مصر الدبلوماسيه اللي كان السيد الرئيس بيكلف بها المؤسسات والجهات المعنيه المصريه كي تؤكد على مثل هذه الحقوق، وتمكنت مصر ان تستعيد مره اخرى الزخم الى هذه القضيه. ده على محور العمل الخارجي مع الاطراف الخارجيه، على محور العمل مع الداخل الفلسطيني اعتقد ان التواصل المصري مع كل الاطياف وكل الاطراف داخل الاراضي الفلسطينيه من سلطه ومن شعب فلسطيني ومن احزاب ومن فصائل ومن غيره الحقيقه كان بيتم بشفافيه كامله وبدعم حقيقي وصادق وشفاف لا يبغي سوى تحقيق المصالحه، تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، الوصول به الى منطقة يستطيع من خلالها أن يستأنف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، أن ينال أكبر قدر من حقوقه، أن يعود إلى المرتكزات الأساسية اللي هي تقوم على حل الدولتين وأن تكون القدس العاصمة، القدس الشرقية العاصمة لدولة فلسطين كما جاء في كل القرارات الدولية لمصر عندها إصرار في تنفيذها والوصول ليها من خلال المفاوضات ومن خلال تكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي في هذا الإطار. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة، شكرا لحضرتك. وكانت اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني قد انطلقت بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي، وده بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية وشخصيات مستقلة. احتضنت القاهرة اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة. تم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية. ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر على مدار يومين، والتي تجرى في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقق طموح الشعب الفلسطيني. وتستهدف جلسات الحوار الوطني إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاح العملية الانتخابية في فلسطين، كما تستهدف السعي لتجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة. ويأتي انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته. وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية. معانا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام. استاذ اشرف مساء الخير، اهلا بحضرتك. وايه اللي توقفت امامه في البيان الختامي للفصائل الفلسطينيه المشاركه في الحوار الوطني بالقاهره؟ مساء الخير لحضرتك. بكل تاكيد البيان وانتهاء المفاوضات او جلسات الحوار الفلسطيني في اليوم الثاني اعتقد ان هذا
يشيء إلى نجاح المقاربات والطرح المثل الذي قدم على مدار أسابيع وأشهر ماضية لكل الفصائل الفلسطينية للدراسة والبحث والتدقيق، واكتمل بدعوة الفصائل بالأمس واليوم، يؤكد ويشير أن نجحت مصر بامتياز في إحداث تقريب وجهات النظر وردم الهوة بين الفصائل الفلسطينية التي عجزت على مدار 14 عاما منذ عام 2007 حتى الآن، وما حدث في غزة باتجاه السلطة الفلسطينية، وباعتبار أن هناك حالة من التراجع خلل في المشهد الفلسطيني في السنوات الماضية. بكل تأكيد هذا النجاح يصب في ثانة نجاح الدبلوماسية الرئاسية المصرية في توفير استحقاقات الدعم من جديد وتوفير غطاء وحاضنة الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أن يرمم كثير من جراحه ويستعد لجولة جديدة من التعاطي مع المشهد الدولي والإقليمي في المرحلة القادمة في ضوء وجود إدارة أمريكية جديدة. أعتقد أن مصر كانت على بينة بتطورات الأحداث في الأشهر الماضية، ومن هنا من هذا المنطلق سعت إلى إرسال مجموعة من المبعوثين وإرسال رسائل واستضافة مجموعة من القيادات الفلسطينية في القاهرة ثلاث الأسابيع والأشهر الماضية للتباحث في إمكانية لملمة الجراحة الفلسطينية وتزويد كثير من نقاط الخلاف والفراق والتشكك بين الفلسطينيين، حتى وصلنا إلى جلسات الحوار الفلسطيني اليوم، والذي سوف يمتد أيضا في شهر مارس من خلال دعوة كل هذه الفرقاء أو الأطراف الفلسطينية بالإضافة على أعضاء لجنة المفاوضات الفلسطينية للبدء العملي في الاستعداد للمرحلة القادمة. كل تأكيد ما حدث اليوم في البيان الختامي الذي تم نشره من قبل حتى الجانب الفلسطيني في المقام الأول ركز ووجه الشكر للقيادة المصرية وللشعب المصري وللدولة المصرية ولكل الأطراف الفاعلة اللي فيها جهاز المخابرات المصري الذي استطاع أن يوفق بكثير من الحرفية والاحتراف في توفير استحقاقات الدعم للقضية الفلسطينية في هذه اللحظة المفصلية. بكل تأكيد لا تنسي أن هناك أطراف إقليمية وعربية في بعض الأوقات سنوات في الأشهر الماضية دخلت على خط إمكانيات خطف المشهد الفلسطيني لكنها فشلت بامتياز بسبب أنها لا تستطيع أن توفر مقومات ومؤهلات النجاح كما فعلت مصر على مدار 7 عقود وتواصلت في 6 سنوات الماضية بكثير من الاهتمام والجدية في توفير الحاضنة الدولية والإقليمية للقضية الفلسطينية. العودة مرة ثانية للدور المصري يؤكد بكثير من الحرفية أن هناك مفاتيح لحل القضية الفلسطينية تمتلك مصر في الجزء الأكبر منها بحجم من حيث القوة والحضور والإمكانيات واللقاءات وأيضا العلاقات مع كل الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية. أيوة. في هذه المرحلة بدل أن المجتمع الدولي في اليومين الماضيين وسائل الإعلام تعاطت بقوة مع هذا النجاح في مصر، ليس فقط من خلال استضافة المفاوضات لكن حتى على مستوى الطرح المصري ممتاز قدم الجماعة العربية وخرج بهذه النجاحات ممتاز تتعلق بتوفير الدعم القضائي. أنا هستأذنك تخليك معانا أستاذ أشرف، هنروح نشوف كمان يعني هذه الجزئية، لأنه جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة بالحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة قدمت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية. هنشوف التقرير ده ونرجع تاني. أستاذ أشرف خليك معنا. برعاية مصرية كريمة بدأت الفصائل الفلسطينية اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية. تم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية. ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى الثلاثاء، والتي تجرى في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقق طموح الشعب الفلسطيني. وتستهدف جلسات الحوار الوطني إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاح العملية الانتخابية في فلسطين، كما تستهدف السعي لتجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة. ويأتي انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.
البيان الختامي تضمن التزام بالجدول الزمني بالانتخابات على أن تتولى شرطة فلسطين بزي رسمي تأمين المقار الانتخابية. أستاذ أشرف العشري مدير تحليل أهرام مرة تانية أهلا بيك، وإلى أي مدى تمثل الانتخابات خطوة نحو تحقيق التوافق والاستقرار بين الفصائل الفلسطينية؟ يعني نتفق بداية العام هذا التوافق لم يحدث كما قلت منذ 14 عاما، وبالتالي نجاح القاهرة في جلب هؤلاء الفرقاء الفلسطينيين بما فيها القيادات التاريخية لنظام التحرير الفلسطيني وكل الفصائل الفلسطينية وجلوسهم في القاهرة على مدار يومين بعمل جدي في حوارات ماراثونية بين القيادات الفلسطينية وتزويب كثير من جوانب التفرق بين الفصائل الفلسطينية، هذا في حد ذاته كان نتيجة جهد كبير، لأن هناك خلافات بينة في السنوات الماضية لم يستطيع على سبيل المثال حماس والجهاد ولا الشعبية ولا الديمقراطية حتى الجلوس داخل قطاع غزة وداخل رام الله، وبالتالي عندما يكون هناك هذا الجمع الغفير من كل القيادات الفلسطينية التاريخية للجلوس في القاهرة والتوصل إلى مقاربات ناجحة بجهد وساطة مصري، هذا في حد ذاته نجاح كبير للدبلوماسية والجانب المصري في المقام الأول، ثم أيضا استشعار من قبل الفصائل والفرقاء الفلسطينيين أن هذه لحظة حاسمة بغطاء وحاضنة مصرية تستطيع من خلالها أن تتجاوز كثير من خطوات التباعد والخلل في المشهد الفلسطيني استعدادا لمراحل كثيرة في المرحلة القادمة. كل ما جاء في البيان بشأن الاستعداد للانتخابات بدون المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس في الشهر الماضي بالدعوة لانتخابات رئاسية تشريعية في شهر مايو، ثم انتخابات رئاسية في شهر يوليو، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر أغسطس، هذا في حد ذاته يمثل نجاح كبير ما كان أحد يتوقع في المنطقة ولا حتى داخل الشعب الفلسطيني نتيجة كثير من مرارات الخلافات الفلسطينية في السنوات الماضية والقطيعة، وأيضا حالة التوتر بين رام الله وغزة مثل لولا هذا الجهد المصري في المقام الأول، بدليل أن هناك استشعار من قبل الفلسطينيين أنفسهم بمفهوم القادة الذين حضروا وأيضا أعضاء وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني أيضا بثقل وحيويته وديناميكيته الدور المصري ورهاناتهم على أن هذه المفاوضات ستنجح هذه المرة، ولولا هذا الحضور وهذه الاتصالات الحركية وأيضا الحيوية المصرية في جلب كل هذه القيادات أعتقد أنه سيلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة الفلسطينية في قادم الأيام، ليس فقط حتى على مستوى الانتخابات في الداخل الفلسطيني لكن على مستوى أيضا وضع القضية الفلسطينية على طريق السكة الصحيحة في ضوء تغيرات جيوسياسية في الإقليم وحتى على المستوى الدولي بعد أن أصبح هناك رئيس أمريكي جديد هو الرئيس بايدن الذي أرسل مجموعة من الرسائل بالتعاطي الأمريكي الإيجابي لأول مرة منذ 4 سنوات مع القضية الفلسطينية عكس ما كان وفعله ترامب في المقام الأول، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي لإحساس نوع من الانفتاح الجيد في قادم الأيام داخليا وخارجيا، وأعتقد أن ما حدث ويحدث من قبل القاهرة والتعهدات التي قطعها على نفسه حتى وزير الخارجية المصري بالأمس وقال أن مصر تولي اهتماما كبيرا في اجتماعات الجامعة العربية بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية وأساسية سيكون من شأنه خلق كثير من المناخات الإيجابية على المستوى الدولي والمستوى الأوروبي والرباعية الدولية في قادم الأيام، لأن كان هناك إشكالية كبيرة، كان المجتمع الدولي يتحكك بأنه لا توجد سلطة فلسطينية موحدة وأن هناك سلطة برأسين في غزة وفي أيضا رام الله. الآن الصورة تغيرت تماما، سيكون هناك سلطة فلسطينية موحدة تستطيع أن تخاطب المجتمع الدولي وتستعد بكثير من الدوافع لاستحقاقات المرحلة القادمة في حالة العودة إلى مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وهذا بحد ذاته يمثل عملية استفاقة وفاقة كاملة للقضية الفلسطينية وقطع الطريق على المزايدين حتى في إسرائيل أنفسهم، لأن الفرصة ستكون متاحة للعودة الفلسطينية لأي دورة مفاوضات بعد انقطاع في المفاوضات منذ إبريل عام 2014 وحتى الآن، وكان السبب والحقة الإسرائيلية أنه لا يوجد شريك فلسطيني. الآن بفضل النجاحات المصرية وتسوية الطريق ووضع كثير من الآليات العملية والنجاحات على طريق الحل بفضل الجهد المصري سيكون هناك بالفعل خطوات مرتقبة ومنتظرة ستجبر المجتمع الدولي للتعاطي بإيجابية والرهان أيضا على الدور المصري في تحريك أي مفاوضات قادمة باعتبار أن القاهرة تملك مفاتيح الحل الكامل للقضية الفلسطينية بالتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا مدير تحليل اهرام الاستاذ اشرف العشري، شكرا لك. كمان اشاد المشاركون في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهره بالاجواء الايجابيه مقدمين الشكر للرئيس السيسي على دعوه الفصائل الاجتماع وعلى كل التسهيلات من اجل انجاح الحوار. نتابع الحوار الوطني الفلسطيني بدا في القاهره اليوم، واليوم هو اليوم الاول ولكن الاجواء ايجابيه وبناءه،
ونحن مصممون على النجاح ومصممون على أن لا نترك هذا الاجتماع إلا وقد اتفقنا على ما يخدم القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني. نتوجه بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية على دعوة القوى والفصائل الفلسطينية لهذا الاجتماع وعلى كل التسهيلات التي قدمتها لنا حتى ننجح في حوارنا من أجل فلسطين. الترابط المصيري بين فلسطين ومصر ترابط تاريخي لا يمكن فصمه، ونحن لنا تاريخ ونضال مشترك، ونقدر هذا الجهد ونقدر كل هذا الدعم الذي يقدم لمصلحة قضية فلسطين. هذا الاجتماع مهم جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني بأسره. نحن في البداية نحب أن نؤكد على تقديرنا الكبير لمصر على رعاية هذا الحوار وعلى موقف الدولة المصرية المساند للشعب الفلسطيني رئيسا وحكومة وشعبا، وبشكل خاص أيضا بالعناية التي قوبل بها هذا الوفد. وأيضا نحن نؤكد أن أجواء الحوار تتم بصورة بناءة وإيجابية، وهناك انفتاح كبير في النقاش، مما يؤدي إلى أن الجميع قد أكد اليوم على أنه لن يكون هناك خروج من هذا الاجتماعات سوى بالنجاح التام في القضايا التي يجري البحث فيها. نحن حريصون على أن يحصل ذلك، وهذا هو ما يريد الشعب الفلسطيني، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك. الإصرار على النجاح موجود في كلمات كل الوفود، وهذا أمر مبشر في اليوم الأول للحوارات. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا أن نكون اليوم في القاهرة بدعوة مصرية كريمة لاستكمال ملف الحوار الوطني وتجاوز عتبة الانقسام التي أدرت بالشعب الفلسطيني على مدى سنوات طويلة. اليوم وفي بداية هذه الجلسات الحمد لله الأجواء إيجابية، وكلنا حرص أن نصل إلى رفع المعاناة عن شعبنا وإلى واستعادة الوحدة الوطنية. نحن سنبذل كل جهد من أجل إنجاح هذه الحوارات، هذه الحوارات التي ترعاها مصر مشكورة من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. بلا شك في هذا السياق لابد من توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمعالي الوزير عباس كامل والإخوة في طاقم جهاز المخابرات العامة على رعايتهم المستمرة للحوارات وعلى جهدهم الكبير من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني الاحتلال والحرمان. بلا شك نتمنى لمصر أن تبقى كما كانت دولة عربية كبيرة تقوم بدورها، نتمنى لها السلامة والسؤدد والرفعة، ونسأل الله لها الحماية والحفظ والصون من كل مكروب وعادية. هنتابع مع حضراتكم كل ما يتعلق بالحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة النهاردة، لكن نروح دلوقتي للنشاط الرئاسي. النهاردة الرئيس استقبل الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة دومي لأعمال التكريك، شركة أنتورب، وشركة فلوكسي. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة. الرئيس السيسي أكد حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري. الرئيس كمان استقبل لوك لوي وهو الرئيس التنفيذي لشركة دومي البلجيكية لأعمال التكريك وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، وتناول اللقاء متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء. الرئيس السيسي أكد على الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي. الرئيس كمان اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية. وجه الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية. معانا على التليفون للحديث عن تطوير بحيرة البردويل والبحيرات الأخرى دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية. دكتور أهلا بحضرتك، شايف إزاي الاهتمام الرئاسي بتطوير البحيرات المصرية لاستعادة وضعها الطبيعي؟ الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. في الحقيقة السيد رئيس الجمهورية بيولي اهتمام كبير جدا جدا على مدار الساعة بتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجتها والحفاظ على المسطحات المائية بهذه البحيرات. السيد رئيس الجمهورية بيتابع الخطط الموضوعة لعمليات التطوير في جميع البحيرات المصرية بصفة يومية. من أهم البحيرات المصرية اللي موجودة في مصر بحيرة البردويل، حيث أنها تتمتع ب
بنقاء عالي من المياه كما انها مياه ميه مالحه، بالاضافه لوضعها الاستراتيجي في الدوله في وجودها في شمال سيناء على البحر المتوسط وتنوع البيولوجي داخل هذه البحيره، وبتعتبر من اكبر البحيرات لان مساحتها حوالي 160 الف فدان، والانتاج بتاعها يعني بيتراوح من 3 ل 4000 طن من الاسماك، لكن في الفتره الاخيره الانتاج ابتدى يعني يقل شيء بشيء، وده كان مدعاً السيد رئيس الجمهوريه اعطانا تعليمات بان يتم تطوير هذه البحيره والوقوف على اسباب عدم الحصول الامثل من المنتج السمكي من هذه البحيره، واعطى تعليماته بان يتم المشاركه معنا من احد اكبر الشركات الاجنبيه اللي هي شركه ديمي البلجيكيه للوقوف على مستجدات هذه البحيره وتطويرها وتنميتها. طب كلمنا عن اهميه مشاركه خبرات اجنبيه في تطوير البحيرات المصريه، هيفيدنا ازاي دكتور صلاح؟ احنا ايه اللي بنستفيده من ده؟ في الحقيقة الشركات الأجنبية لديها العديد من التكنولوجيا المستخدمة حديثا في عمليات التطوير وعمليات التطهير وعمليات فتح البواغيز وتوسعها واستخدام الأمثل للموارد الموجودة جوه البحيرة مثل إنتاج الطاقة والتنوع البيولوجي، وأيضا الاستخدام الأمثل بالنسبة للترسبات اللي بتدخل أو الإطماعات اللي بتبقى موجودة داخل هذه البحيرة في تنمية الأراضي الصحراوية اللي موجودة في منطقة شمال سيناء. لديهم العديد من التكنولوجيا، لديهم العديد من الابحاث الحديثه لاستخراج الطاقه، لاستخراج بعض المعادن الثقيله اللي موجوده في هذه الاماكن، للاستخدام الامثل لعمليه تطوير الاراضي الصحراويه وتنميتها باستخدام بعض هذه المنتجات، فالتكنولوجيا العاليه الموجوده في هذه الشركات الاجنبيه والدول الاجنبيه هتساعد على تطوير الامثل لبحيره البرزويل باذن الله تعالى. ايه المكاسب المنتظره والعوائد الايجابيه يعني اللي هتعود على البحيره وغيرها من البحيرات من خلال هذا التطوير بخلاف طبعا فكره الخبره الاجنبيه اللي حضرتك ذكرتها؟ في الحقيقه التغير البيولوجي الموجود طبيعي، وطبيعه المياه الموجوده بتختلف من بحيره لبحيره، وكذلك مصادر هذه المياه تختلف من بحيره لبحيره، فبنلاقي مع الوقت البواغيز بتاعت معظم البحيرات اللي موجوده على البحر بتغلق او بتضيء نتيجه لوجود الاطماعات اللي موجوده عليها، فبنحتاج فتح كل هذه البواغيز وتوسعها لتسمح بدخول المزيد من المياه من البحار البحر المتوسط، وبالتالي دخول العديد من الزريعه الاسماك الانواع المختلفه من الاسواق لطاعه التنوع البيولوجي وتنوع عدد الاسماك وانواع الاسماك اللي موجوده داخل البحيره. بالاضافه ان بعض البحيرات نتيجه للاستهلاك المستمر وبعض الممارسات الغير صحيه او الغير قانونيه العمق بتاع البحيره بيقل، فلما بيقل العمق بتاع البحيره طبعا بيقل عمود المياه الموجود في هذه البحيره ونسبه المياه، فبتقل عمليات الاستزراع، عمليات التنميه الاسماك وعمليات التفريخ داخل الاسماك في داخل هذه البحيرات. فطبعا دي برضو مع رفع هذه الاطماعات بيزود حجم الميه وعمود الميه الموجود، وبالتالي بتزيد المساحه السامحه لعمليات التفريخ وعمليه التحضين بتاعت الاسماك وعمليه تربيه الاسماك. ممتاز. طبعا في بعض الحشائش بتبقى موجوده وبعض البوص اللي موجود وبعض الجزر بترتفع داخل هذه البحيرات، فبتقلل نسبه المساحات والمسطحات المائيه داخل هذه البحيرات، فلما بنشيل هذه الاشياء كلها سواء البوص او هذه الاطماعات اللي موجوده اللي بتظهر على شكل جزر جوه البحيره، فبتزيد المسطح المائي وبالتالي بتزيد كثافه الاسماك وانواع الاسماك اللي موجوده داخل هذه البحيره. شكرا. كل هذه العمليات بتساعد على عمليه التطوير داخل البحيرات وزياده انتاجها. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور صلاح مصلحي، شكرا ليك يا فندم. لسه معنا شاطر رئيس السيسي. الرئيس اكد ان وصول مسبار الامل الى موكب الى كوكب المريخ بيعد خطوه غير مسبوقه في مجال البحث العلمي، بتبشر بنهضه علميه في المنطقه العربيه. الرئيس السيسي كتب عبر صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي: تابعت بكل فخر وصول مسبار الامل الى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوه غير مسبوقه في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية. تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن. لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل.
نروح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي بتحظى باهتمام الحكومة والوزارات والجهات المعنية. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسؤولي الوزارات المعنية. رئيس الوزراء وجه بضرورة وسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم المراكز والمجمعات الخدمية التي سيتم تنفيذها في القرى على أن يكون تصميما موحدا لكافة المراكز. الاجتماع كمان استعرض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. معانا لتفاصيل أكتر عن دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المبادرة دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. دكتور خالد مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا بيك، قلنا شايف إزاي الاهتمام الرئاسي بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، خصوصا أن النهاردة الرئيس اجتمع مع رئيس الوزراء بشأن هذا الموضوع؟ يعني خليني أقول لحضرتك ده يعني مشروع الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في كل مراكز الريف المصري. يعني سيادته لما اتكلم وعلى 4500 قرية يستهدفوا فيها عملية التنمية بشكل كامل، يعني زي ما عرض مع الوزير اللي هو شعراوي المسودة الخاصة به ال 1500 قرية اللي هم في ال 51 مركز اللي هم هيتم العمل فيهم إن شاء الله في العام المالي الحالي 21-22، واللي إن شاء الله دول هيعتبروا العام المالي الأول في المرحلة الأولى. وكما حضرتك تعلمي إن احنا قدامنا 3 سنوات إن شاء الله بنهاية 2024 هنكون تم تحقيق كل مستهدفات التنمية الشاملة لأهلنا في الريف المصري من خلال 3 محاور رئيسة فندم. المحور الأولاني واللي بتشرف عليه وزارة التنمية المحلية وتم عرضه من خدمات المرافق والبنية الأساسية بمشاركة استراتيجية مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية، وده بيتضمن يا فندم صرف صحي ومياه شرب لجميع القرى، الكهرباء والإنارة العامة، كذلك الأمر الطرق والنقل على مستوى القرى المركز بحيث يتم الربط ما بين قرى المركز، وبالتالي انت كده حققتي الوصول السلع والخدمات لكل اهل هذه القرى باسعار بتلائمهم، كذلك الامر توصيل الخدمات الخاصه بالغاز الطبيعي للمنازل، بالاضافه الى ذلك يا فندم حاجه مهمه جدا والا وهو ان وحدات صحيه متكامله في قرى هذه المراكز بشكل يوجد فرص عمل حقيقيه لابناء هذه القرى والمراكز من اطباء ومن قطاع تمريض وكل القطاع الصحي، بالاضافه الى ذلك كمان أبنية تعليمية متكاملة الأركان بحيث برضو توجد فرص تعليمية جيدة لأبناء هذه القرى والمراكز، بالإضافة إلى طبعا خريجي الجامعات العاملين في قطاع التعليم هيكون عندهم المدارس اللي بيشتغلوا فيها داخل مراكزهم والقرى بتاعتهم. ده شق. الشق الثاني المهم جدا شق التنمية الاقتصادية بقى وفوق تحقيق فرص عمل، ده اللي مسؤول عنه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، وده من خلال يا فندم طبعا بشراكة استراتيجية مع الوزارات المصرية ومنظمات المجتمع المدني زي مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير وغيرها من المؤسسات الوطنية، زائد كمان المقاولين المحليين اللي موجودين واللي جاري حصرهم على مستوى كل هذه المراكز بحيث هم اللي هيقوموا يسند إليهم عمليات التنفيذ على الأرض. بالاضاءه لايه بقى؟ هينفذوا ايه؟ هينفذوا المشروعات اللي اتكلمنا عنها في المحور الاولاني، زائد انشاء مجمعات صناعيه بتكفل بيشتغل فيها العماله اللي موجوده من ابناء هذه القرى اللي هيتم تاهيلهم، وكذلك الامر تدوير المخلفات برضو النشاط ده هيكون داخل المراكز والقرى دي، بالاضافه كل ده فندم يستهدف ان احنا نحقق شقين مهمين جدا هو احداث تنميه زراعيه على ارض هذه القرى وتنميه للثروه السمكيه، لان طبعا القرى دي في منها بيقع على بحيرات سواء بحيرات الداخليه او الخارجيه، كل دول هيتم التحقيق العائد الاقتصادي المستدام بالنسبه لهم.
طيب الشق الثالث المهم جدا بعد الاجتماعي والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، وده بتقوم بيه وبتشرف عليه مع وزارات الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي، وده من خلال تحقيق سكن كريم زي ما حضرتك شفتي في مساكن المبادرة، محو أمية وتعليم وخاصة للناس اللي هم 15 سنة فأكثر، وبالتالي برضو دي فيها فرص لحملات توعية وعمليات التثقيف بالإضافة إلى أنشطة رياضية للمراكز الرياضية اللي موجودة وبيتم إنشائها، بحيث المراكز ما تكونش بنية تحتية بس، لا بناء بنية تحتية وبناء بشر في نفس الوقت وتأهيل نفسي واجتماعي، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي المهم جدا هو سداد الديون بالنسبة للغارمين، كذلك الأمر تجهيز العرائس. طبعا كل الثلاث محاور الهامة جدا، في محور رابع بتشرف عليه وزارة التنمية الاقتصادية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو متابعة مؤشرات الأداء بكافة المراكز المستهدفة بشكل يضمن لنا الأهداف اللي محطوطة للتنمية الشاملة، وده بالشكل ده فندم بنقول إن كل وزارات الدولة المصرية مع أهالي هذه القرى كمشاركة مجتمعية في عملية التخطيط ثم عملية التنفيذ ثم عملية التصيين بقى، لأن العملية بتتصف بالاستدامة، كل ده يا فندم بيستهدف في الآخر تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري في قرى الريف المصري إن شاء الله. إن شاء الله. طب عايزينك تكلمنا عن اللجان اللي شكلتها الوزارة في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة دكتور خالد. يعني احنا مثلا لو جينا مثلا على مستوى اللجان والقطاعات، هتلاقي مثلا في لجان لحصر على مستوى كل محافظه ومحافظات هناك عدد من المراكز، وبالتالي مراجعه المسوده الخاصه بالمشروعات اللي بتحتاجها كل قريه، ده بمشاركه مع القيادات الطبيعيه اللي موجوده مع فرق التخطيط اللي موجوده في هذه المراكز واللي بيتم تشكيلها، وبالتالي يا فندم حضرتك بتنفذي احتياجات فعليه حقيقيه محتاجها هذه القرى، ساهم فيها ابناء هذه القرى. ادي شق. الشق الثاني برضو حضرتك ده نوع من انواع التاهيل اللامركزي، بحيث ان احنا النهارده بنهايه 2024 هيبقى لدينا بشر، لدينا كوادر بشريه فاهمه وعارفه يعني ايه تخطيط تشاركي وعارفه يعني ايه تنفيذ، وبالتالي حضرتك كده بالشكل ده يعني بتبني البشر جنب بناء الحجر اللي احنا بنستهدفه في الاخر بناء الانسان المصري. ده مش هنحققه بجزر منعزله، بالعكس هنحققه بتكامل ما بين وزارات الدولة المصرية مع منظمات المجتمع المدني مع أهلنا المقيمين في هذه القرى. شغل محترم جدا، بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم، شكرا لك. مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير بالتعاون مع أحد البنوك أطلقوا قافلة طبية ومساعدات إنسانية لأهالي حلايب وشلاتين ضمن مبادرة حماية لدعم المتضررين من فيروس كورونا في المحافظات الحدودية تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير قال إن القافلة تقدم خدمات طبية نوعية تستهدف الحد من العمى وعلاج الأنيميا والسكر للأطفال خصوصا لمن هم في سن المدرسة، وسوف تقوم القافلة أيضا بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي في مجالات البطنة والأطفال والجلدية وأمراض العيون وغيرها من الأمراض وتقديم العلاج المطلوب لهم. أيضا تشمل القافلة تقديم مساعدات غذائية، وتأتي المبادرة ضمن سلسلة مبادرات متعددة أطلقتها مؤسسة حياة كريمة مؤخرا للتخفيف من وطأة جائحة كورونا بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني.
نروح لمحافظة بورسعيد النهاردة، اللي هو عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعلن خلال جولة ميدانية بمدينة بور فؤاد عن تسليم 5267 وحدة سكنية بمشروع 9000 الكراسة الزرقاء منتصف العام الحالي، بتشمل 223 عمارة سكنية مساحة الوحدة 90 متر. وحرص اللواء عادل الغضبان على تفقد عدد من الوحدات السكنية من الداخل، واستمع لشرح تفصيلي من مهندسي المشروع عن كافة الجوانب المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي شهدها المشروع، وكذا أعمال الترفيق ومعدلات التنفيذ التي وصلت لها الأعمال حتى الآن. معانا على التليفون اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. سيادة المحافظ أهلا بحضرتك في المواجهة. مساء الخير أستاذ جان، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. سيادة المحافظ، كلمنا أكثر عن تفاصيل الجولة وأهمية هذا المشروع السكني في توفير سكن كريم لأهالي بورسعيد. يا فندم، هو بنتهز الفرصة بقدم كل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان صندوق التمويل العقاري، كان أعلن في مايو 2016 بطرح وحدات سكنية في محافظة بورسعيد إسكان اجتماعي الكراسة الزرقاء ل 9000، وتم تقديم الشباب في هذا التوقيت في شهر مايو. احنا تم تخصيص الارض 2017، النهارده بعد اقل من 3 سنين تم تنفيذ اكثر من 223 عماره سكنيه تشمل 5267 وحده، وتم تسجيل المرافق فيها بنسبه اكثر من 80%، وكان وزاره الاسكان هي مسؤوله عن التشييد والبنى، ومحافظه بورسعيد هي المسؤوله عن توصيل المرافق لهذه الوحدات السكنيه. الحمد لله تم تنفيذ هذا المشروع بنسبه اكثر من 85%، وان شاء الله قبل شهر 6 الجاي ان شاء الله هيتم تسليم هذه الوحدات للمحددين لهذه الوحدات السكنيه. سياده المحافظ، كلمنا كمان عن حجم المشروعات السكنيه الاخرى الموجوده في المحافظه، ولاي مدى شهدت طفره خلال السنوات الاخيره. لا والله يا فندم، محافظه بورسعيد كان لها نصيب الاسد في مشروعات الاسكان رغم ان هي مخزيه الارض في محافظه بورسعيد. لكن انت تخيل يا فندم ان في اقل من 2014 حتى وقتنا هذا تم انشاء اكثر من 58,000 وحده سكنيه. زي ما سيادتك عارفه ان محافظه بورسعيد اول محافظه اعلنت اللي هو تمام من عشوائيات، كانت الدوله المصريه انشات اكثر من 8,000 وحده سكنيه بديل عشوائيات، ده بالاضافه ل 1442 وحده سكنيه بديل ازالات، ده بالاضافه ل 7941 وحده سكنيه للمرحله الاولى اسكان اجتماعي، للمرحله الثانيه اسكان اجتماعي 2882 وحده سكنيه، ده بالاضافه للمشروع اللي حضرتك بنشوفه النهارده اللي هو المشروع اللي هو المشروع الكراسه الزرقاء اللي هو ابو 9000، ده بالاضافه ل 3000 وحده سكنيه اسكان تعاون. كل هذه الوحدات السكنيه بتم انشائها في اقل من 6 سنين. ده يعتبر اعجاز عظيم في الدوله المصريه تم تنفيذه على ارض محافظه بورسعيد. بالنسبه كمان للمشروعات التنمويه والخدميه الاخرى الموجوده في المحافظه، يعني امتى يتم الانتهاء من تنفيذها؟ ممكن تدينا فكره عنها كمان سياده المحافظ؟ اقول لحضرتك احنا محافظه بورسعيد طبقا توجيهات قناة 9 تفتح السيسي ان احنا زي ما انتهينا من عشوائيات، السواد توجه بانتهاء من الاسواق العشوائيه. احنا عملنا سوق السمك سوق حضاري بقى مزار سياحي لكل زائري محافظه بورسعيد وللجمهوريه كلها، بالاضافه لسوق الخضار اللي هو البازار اللي موجود حاليا دلوقتي، بالاضافه ان بنعمل دلوقتي المول الفرم عشان يبقى التجاره المنظمه لمحافظه بورسعيد. كل هذه الاسواق اللي احنا بنحول الاسواق العشوائيه لاسواق منظمه، بالاضافه ان رفع كفاءه باقي الاسواق اللي موجوده القديمه زي سوق العصر 1 وسوق العصر 2 يتم رفع كفاءتهم وتجهيزهم على اعلى مستوى لخدمه المواطن. ده بالاضافه ان محافظه بورسعيد شارك في الحلم المصري اللي هو تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل. ده طبعا عندنا بقالي سنه بالظبط وفي رضا غير طبيعي بالنسبه للشارع البورسعيدي من هذه المنظومه عشان ده كان حلم كل المصريين اللي تم تطبيقه محافظه بورسعيد. ده بالاضافه لاول محافظه رقميه في مصر اللي تم تطبيقها اعتبارا من نهايه 2019، والحمد لله عندنا دلوقتي حاليا 48 خدمه متاحه سواء على موبايل ابلكيشن ولا على الوسائل الالكترونيه، للمواطن ممكن وهو موجود في اي مكان في مصر ممكن ياخد خدمته سواء خدمه المرور والميكنه او خدمه التمويل او خدمه المحاكم او خدمه الشهر العقاري
كل هذه الامكانيات توفرها لمواطنين محافظه بورسعيد. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد على وجودك النهارده معنا في المواجهه. لسه في بورسعيد وتحديدا مشروعات الاسكان الاجتماعي في مدينه بورسعيد الجديده، الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان اكد ان نسبه تنفيذ 4340 وحده سكنيه بمشروع الاسكان الاجتماعي في مدينه بورسعيد الجديده سلام بلغت حوالي 85% من المخطط ان تستوعب المدينه عدد سكان حوالي 800,000 نسمه. احنا معانا على التليفون مهندس مجدي علي حسين رئيس جهاز تنميه مدينه بورسعيد الجديده. مهندس مجدي مساء الخير، اهلا بحضرتك، وكلمنا عن ما تعكسه نسب الانجاز المرتفعه في مشروع الاسكان الاجتماعي في مدينه بورسعيد الجديده. مساء الخير يا فندم وعلى حضرات المشاهدين. احنا طبعا في مدينه بورسعيد الجديده جنبكم كلكم عارفين ان هي بشرق بورسعيد وتقع على ساحل البحر وليها موقع متميز. واول مرحله فيها ان احنا بدانا في اسكان اجتماعي بعدد 217 عماره 4340 وحده، وتم تنفيذ فعلا نسبه الانجاز فيها 85%، وان شاء الله سيتم الانتهاء منها ان شاء الله في خلال 30/6 جزء 63 عماره ان شاء الله نسلمهم بتنسيق الموقع بمرافقهم بالكامل. الاسكان الباقي للمرحله ان شاء الله على نهايه السنه ديت 2021. والمرافق لمنطقه الاسكان الاجتماعي تم تنفيذها بنسبه 70%، وان شاء الله احنا في استكمال باقي المرحله من المرافق واخدين اسبقيات داخل المرحله ان هي 63 عماره ان ننجزها في اسرع وقت عشان نقدر نسلمها للمواطنين خلال الفتره اللي جايه. ممتاز. ضمن موضوع طبعا الاسكان الاجتماعي في منطقه مشروع خدمات. احنا عندنا مجموعه الخدمات اللي نفذناها مبنى مركز طبي وحضانه ونادي اجتماعي وملعب خماسي، مدرسه تعليم اساسي 33 فصل، ووحده اطفاء واسم شرطه وسوق تجاري، وده وصل نسبه التنفيذ من 95% ل 100% جاهز على التشغيل. واحنا بننفذ مسجد حاليا دلوقتي بمساحه 2000 متر لخدمه منطقه الاسكان الاجتماعي فقط. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس مجدي علي حسين رئيس جهاز تنميه مدينه بورسعيد الجديده، شكرا ليك. هنروح مره ثانيه لتصريحات المشاركين في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهره واللي اشادوا بما توصل اليه الحوار من نتائج، ونبدا مع تصريحات الاستاذ طلال ناجي الامين العام المساعد للجنه الشعبيه لتحرير فلسطين القياده العامه. الحقيقة نجحنا في أن نصل إلى اتفاق مع بعضنا البعض، والحمد لله أصدرنا بيان ختامي يتحدث عن كل خطوات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني. إن شاء الله في الشهر القادم سنعود إلى مصر العزيزة لاستكمال هذا الحوار من أجل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الكاملة وإنهاء الانقسام بين كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني. إن شاء الله لقائنا هذا الخير الكريم برعاية مصرية كريمة سيتوج بالشهر القادم باتفاقنا على باقي بنود الحوار وباقي بنود الاتفاق. نروح نشوف كمان تصريحات محمد الهندي عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. بداية نشكر مصر على استضافة هذا الحوار وعلى رعايتها للحوار الوطني الفلسطيني. الكل يعلم أن الحوار الوطني الفلسطيني كان يهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية ولإعادة الوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية. هذه المسألة تمر عبر مراحل. في المرحلة التي تم إنجازها اليوم تم التوافق بين فتح وحماس على انتخابات للسلطة الفلسطينية. في المرحلة القادمة التي سيتم الدعوة إليها في شهر مارس القادم ستكون المرحلة الثانية، وهي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وديمقراطية تم التوافق عليها. نروح نشوف تصريحات جبريل الرجوب وهو أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. نتوجه بجزير الشكر لجمهورية مصر العربية وعلى رأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و معالي الوزير عباس وكادر جهاز المخابرات العامة على هاي الاستضافة اللي مخرجاتها أهم وثيقة أنجزت واللي ممكن أن تؤسس إلى بناء منظومة وطنية فلسطينية
فيها الوحدة الوطنية، فيها الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى حماية مشروعنا الوطني من خلال عملية ديمقراطية. هذا الجهد وهي الرعاية المصرية أثمرت هذا الاتفاق الذي شكل اختراقا استراتيجيا نحن كفلسطينيين سنبني عليه لإنهاء هذا الانقسام. كل التحية لمصر ولشعب مصر ولرئيس مصر ولكل أمتنا العربية. نروح نشوف تصريحات صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. رحيم، احنا الحمد لله اليوم يعني اكملنا توافق جوهري واستراتيجي ان شاء الله في سبيل انجاز وحدة الشعب الفلسطيني على طريق ان شاء الله استعادة حقوقه. بهذه المناسبة احنا نتقدم بالشكر الجزيل لاخواننا في جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وجهازا على الجهد اللي بذلوه في هذا المضمار. واحنا نؤكد كحركة حماس انه احنا ان شاء الله صادقين وجادين وعازمين على انجاز انهاء الانقسام ان شاء الله وبناء الشراكة الوطنية، وكلنا امل وثقة انه الاخواننا في مصر سيظلوا مواكبين لهذه المسيرة حتى الوصول ان شاء الله الى انجاز الوحدة وانهاء الانقسام وتحصيل حقوق شعبنا، ومعهم ايضا كل حاضنتنا العربية والاسلامية واحرار العالم. مرة اخرى نكرر شكرنا لاخواننا في مصر، وان شاء الله كان اجتماع موفق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجهود اخواننا في مصر وايضا كل اخواننا الحاضرين من فصائل القوى الفلسطينية، وان شاء الله تكون صفحة جديدة في تاريخ شعبنا وفي تاريخ امتنا لمصلحة قضيتنا وشعبنا وفلسطين والقدس ان شاء الله. ودلوقتي نروح نشوف تصريحات واصل ابو يوسف امين عام جبهة التحرير الفلسطينية. توج لقاء الفصائل الفلسطينية ببيان ختامي وآليات عملية من أجل الذهاب إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية وثم التشريعية وأيضا للمجلس الوطني الفلسطيني باستكماله. هذه الملفات الثلاث التي تم إصدار مراسيم رئاسية من قبل الرئيس الفلسطيني أبو مازن، نجحنا اليوم كفصائل فلسطينية في عملية إزالة كل العقبات أمام هذا المسار الهام في سياق التحضير لإنجاح هذه الانتخابات. وفي هذا المجال نحن بطبيعة الحال نشكر كل الاهتمام الذي أبدته مصر رئيسا وحكومة وشعب. ودلوقتي تصريحات بسام الصلحي أمين عام حزب الشعب، نتابع. هذا الاجتماع ومخرجاته كانت مهمة جدا لطمأنة الشعب الفلسطيني على المضي في طريق إنهاء الانقسام وتعزيز الحياة الديمقراطية و أيضا باتجاه تعزيز النضال ضد الاحتلال. وبدون شك أن الرعاية المصرية لهذا الحوار هامة جدا، سواء في رعايته أو في متابعة تنفيذ القضايا التي اتفق عليها، وهذا يوجب أن يكون هناك تحية كبيرة لمصر على هذا الدور حكومة وشعبا ورئاسة أيضا. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل موجتنا الأولى حول المتحف المصري الكبير، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد في المواجهة. المواجهة دي هنتكلم فيها عن آخر تطورات استعدادات افتتاح المشروع الأضخم في أجندة وزارة السياحة والأثار، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. آخر تطورات الموقف التنفيذي إيه؟ وصلنا لفين؟ وطبيعة التنسيق ما بين الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الضخم والمنتظر لمصر بعد الافتتاح لهذا المشروع العملاق اللي بينتظره العالم كله، مش بس إحنا كمصريين. يعني الحقيقة أنه أنظار العالم كلها بتنظر لهذا المشروع الحضاري الكبير وبتنتظر افتتاحه بفارغ الصبر. اسمحوا لي أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية دكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير. دكتور أهلا بحضرتك في المواجهة. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. خلينا نبدأ من آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير. كلمنا عن يعني وصلنا لفين فيما يخص أعمال المتحف الكبير، إيه اللي تم الانتهاء منه حتى الآن؟ المتحف المصري الكبير زي ما عارفين حضراتكم هيعتبر أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة. وصلت نسبة الإنجاز في الإنشاءات ما يعادل حوالي 98%.
الإنشاءات الهندسية فيما يخص الأعمال الأثرية وفيما يخص العرض المتحفي. احنا ان شاء الله قريبا في خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله هندخل قاعات الملك توت عنخ آمون وهنبدا في وضع الاثار داخل جدارين العرض. المتحف المصري الكبير في مراحل مختلفه، في اماكن داخل المتحف تم الانتهاء منها كامله، في بعض منها ما زال العمل فيها قائما. ممتاز. هل بتتم معدلات الانجاز طبقا لجدول زمني محدد للمشروع ولا بتتم ازاي يا دكتور؟ هو طبعا حضرتك في خطه زمنيه محدده للانتهاء من مراحل مختلفه داخل مشروع المتحف المصري الكبير، ولكن في ظروف استثنائيه حصلت ليس فقط في المتحف المصري الكبير ولكن ايضا في هي ظروف عالميه اللي هي جائحه كورونا عملت سلو داون، لكن احنا كنا شغالين في فتره الكورونا في جائحه كورونا، وزي ما قلت لحضرتك في البدايه نسبه الانجاز وصلت ل 98%، لكن احنا مطالبين ان شاء الله في نهايه العام ده ان شاء الله هنكون خلصانين من الاعمال فيما يخص سواء كانت إنشاءات أو عرض متحفي لقاعات الملك توت عنخ آمون، القاعات الرئيسية أو غيرها من الأماكن الأخرى الخاصة بالعرض المتحفي داخل المتحف المصري الكبير. شايف إزاي اهتمام الرئاسي والمتابعة المستمرة من قبل الرئيس لهذا المشروع الضخم؟ هو طبعا حضرتك لو احنا تناولنا الاهتمام الرئاسي ليس فقط المتحف المصري الكبير ولكن ملف السياحة والآثار وخاصة في السنوات الأخيرة، احنا شايفين كمية الافتتاحات اللي تمت سواء كانت لمتاحف الإقليمية زي متحف كفر الشيخ وشرم الشيخ ومتحف المركبات وغيرها من المتاحف الأخرى، وأيضا الاستعدادات لافتتاح متحف الحضارة ومتحف العواصم وغيرها من الأعمال الأثرية أو فيما يخص أعمال وزارة السياحة والآثار، احنا شايفين ان في اهتمام بالغ بالملف الأثري والسياحي في الفترة الأخيرة، وده إن دل عن شيء فيدل على اهتمام القيادة السياسية في مصر ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الفكر فيما يخص الملف الأثري والسياحي. كلمنا دكتور الطيب عن أهمية إنشاء المتحف المصري الكبير وليه بنقول إن هو بيعد نقلة نوعية كبيرة في دعم حركة السياحة والأثار المصرية؟ أنا هقول لحضرتك المتحف المصري الكبير، إحنا دايما بنقول المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف مخصص لحضارة مصرية لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية فعلا. القديمة صحيح واحدة طبعا هي الحضارة المصرية القديمة، ويمكن إن كان أغلب متاحفنا اللي هي المتاحف المصرية مخصصة لحضارة مصرية وهي الحضارة المصرية من قبل أو من عصور ما قبل الأسرات وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني، يمكن لو حضرتك كلمة حضارة واحدة أو مخصص لحضارة واحدة وإن دلت على شيء بتدل على ثراء الحضارة المصرية القديمة، وإن إحنا كمصريين نفتخر إن إحنا بنبني متاحفنا بأثرنا. ويمكن أنا هنا هكرر ما قاله سيادة الوزير إن في حدث إن سيادة الرئيس افتتح ثلاث متاحف، المتاحف المصرية بأثار مصرية، والمتحف المصري الكبير ضخامة حجمه وكمية الآثار الموجودة فيه ليس فقط في متاحف ثانية كبيرة، لكن مش كل المتاحف فاتحة بآثار بلدها. احنا لو تناولنا متاحف زي متحف اللوفر او المتروبوليتن او غيره او تورينو في الاثار المصريه دي بتلعب دور مهم جدا جدا فيه، لكن المتحف المصري الكبير ما يميزه انه خصص لحضاره واحده وهي الحضاره المصريه القديمه، اثار مصريه خالصه تعرض التاريخ المصري بدايه من قبل او عصور ما قبل الاسرات وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني. اهم ما يميز الاثار في المتحف المصري الكبير ان احنا بنضم مجموعات كامله هتعرض لأول مرة تحت بناء أو سقف واحد كما هو الحال في مجموعة الملك توت عنخ آمون. احنا بنضم أو بنعرض في المتحف المصري الكبير اكتشافات أثرية حديثة كما هو الحال في اكتشافات المجلس الأعلى للآثار ممثلة في اكتشاف خبيئة العساسيف واكتشاف خبيئة سقارة للتوابيت وغيرها من الآثار المصرية الأخرى. فاحنا فخورين جدا جدا احنا بنشتغل في المتحف المصري الكبير، وانا بعمل ستريس على كلمه متحف مخصص لحضاره واحده وهي الحضاره المصريه، لان في متاحف تانية كبيره زي ما قلت قبل كده ولكن ليست كلها مخصصه لعرض حضاره البلاد التي تبنى فيها تلك المتاحف، ولكن ما يميز المتحف المصري الكبير ان كل اثارنا فيه مصريه. طب هيتم عرض قطع اثريه زي ممتلكات تخص الملك توت عنخ آمون وغيرها من القطع، يعني اهميه ده ايه في رايك واهميه وجودها للزائرين وللناس اللي هتروح تتابع وتشاهد هذه القطع؟ احنا حضرتك بنتكلم في المتحف المصري الكبير، يعني قلنا لاول مره في التاريخ سوف يتم عرض القطع الاثريه او مجموعه
مكتشفات مقبرة الملك توت عنخ آمون كامنة داخل المتحف المصري الكبير. احنا المتحف المصري الكبير القاعات المخصصة فقط لعرض آثار الملك توت عنخ آمون تتراوح مساحتها أو تتجاوز مساحتها 7200 متر مربع، وده يفوق 6 مرات حجم أو المساحة اللي كانت مخصصة لعرض آثار الملك توت عنخ آمون داخل متحف التحرير. وهذا ليس فقط، إن في آثار للملك توت عنخ آمون سوف يعرضها، يتم عرضها لأول مرة. لو خدنا على سبيل المثال التابوت الخاص أو الخارجي للملك توت عنخ آمون اللي هو ظل في مقبرة الملك توت عنخ آمون منذ اكتشافها سنة بواسطة هوارد كارتر، ظل في المقبرة إلى أن قررت اللجنة الدائمة في 2019 أن يتم إحضار أو يتم ترميم التابوت الخاص بالملك توت عنخ آمون الخارجي وعرضه داخل قاعات العرض الخاصة بالملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير. وزي ما قلت برضو حضرتك إن إحنا مش الآثار بس، المتحف مش متحف توت عنخ آمون فقط، ولكن إحنا عندنا قاعات رئيسية مخصصة لعرض موضوعات هامة خاصة بالمجتمع المصري القديم وفكرة الملكية عند المصري القديم، وأيضا فيما يخص الفكر العالم الآخر عند المصري القديم. مساحة القاعات دي تتجاوز 18,000 متر مربع، فيها حوالي 12 قاعة مخصصة لعرض تاريخ مصر بداية من عصر ما قبل الأسرات وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني، في مباني مخصصة، في مبنى مخصص لعرض مراكب الملك خوفو، في قاعات مخصصة لعرض خبيئة العساسيف وخبيئة سقارة، في عندنا التشيلدرن ميوزيوم متحف الأطفال، في عندنا الإدوكيشنال سنتر. فالمتحف المصري الكبير متحف كبير، يعني احنا لما بنقول كبير هو بالفعل كبير، ليس فقط فيما يخص الآثار زي ما ذكرت، ولكن أيضا في الفكر الجديد في تناول عرض الآثار. احنا عندنا الدرج العظيم، الدرج العظيم لو اتكلمنا عنه أو فيما موضوع عرضه أو فكرته أنه هيتم في عرض آثار مصرية ضخمة في على مساحة تتجاوز حوالي 6500 متر مربع. أيضا البهو العظيم ممثلا باستقبال اللي هو أول أثر هيستقبل الزوار داخل البهو العظيم، تمثال الملك رمسيس، ستجاوز المساحة بتاعت البهو فقط 8500 متر مربع، بالإضافة لمجموعات أثرية خاصة أو مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول اللي هيتم أيضا عرضها في البهو العظيم، بالإضافة لتمثالي لملك وملكة من العصر اليوناني بالإضافة إلى عمود النصر الخاص بالملك بتاعه. فالمزيج الخاص أو ما يعرض في المتحف المصري الكبير كومبينيشن جميل جدا جدا، فترات تاريخية مختلفة، أثار متنوعة. فعشان كده المتحف المصري الكبير متفرد في حاجات كتير. طرق العرض اللي هتتم في المتحف المصري الكبير مختلفة. احنا بنستخدم احدث التكنولوجي في عرض الآثار، احنا مش معتمدين فقط على عرض الآثار، وان كان الآثر ما زال هو يعتبر الستار او نجم العرض في اي متحف، ولكن احنا بنستخدم وسائل تكنولوجية حديثة ممثلة في وسائل سمعية وبصرية، حتى وسائل الإتاحة لأصحاب الهمم متوفرة داخل المتحف المصري الكبير. فهنلاقي رمبات مختلفة في كل القاعات، سهولة الوصول للقاعات لذوي الاحتياجات الهامة. أيضا بنستخدم حاجة اسمها الميديا تيبلز والميديا ستيشنز والديجيتال ستريمز، كلها أساليب عرض بتساعد الشخص الزائر إن هو لما يدخل قاعات عرض سواء كانت توت عنخ آمون أو القاعات الرئيسية أو غيرها من القاعات الأخرى هيكون عنده سهولة في سهولة ويسر في فهمه لسيناريو العرض الخاص ب العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير. ممتاز. دكتور، المتحف زي ما حضرتك لسه كنت بتشرح يعني وبتتكلم، المتحف الكبير بيتسع لمساحات شاسعة من العرض المتحفي، الهدف من ده ايه؟ انا هقول لحضرتك، احنا لما تم انشاء متحف التحرير، متحف التحرير في بداية افتتاحه كان مخصص لعرض ما يقارب ل 35,000 غابة. مع تزايد الاكتشافات الأثرية وصل المتحف التحرير أو المتحف المصري بالتحرير إن هو ما بين معروض وما بين مخزن تجاوز 160,000 قطعة. كانت في آثار كتير جدا جدا مخزنة في المخازن الآثار المصرية ومكدسة في أماكن أخرى. طبعا كان لابد من وجود متحف يسع كمية الآثار المخزنة والمكتشفة حديثا. يعني أنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا مش سيناريو العرض فيه الفلكسبيليتي ان انا بضيف موضوعات جديده، وده لتوافر قاعات عرض كبيره جدا ومساحات عرض. والدليل على ذلك ان احنا في اول ما تم اكتشاف خبيئه العساسيف تم نقلها مباشره للمتحف المصري الكبير. الغرض ليس فقط مساحات عرض شاسعه، ولكن ضخامه وعظمه الحضاره المصريه القديمه اللي لسه الى اليوم احنا بنكتشف فيها وبنكتشف في اثارها
محتاجين يكون عندنا متحف مصر كبير، محتاجين عندنا متحف يسع الاكتشافات الحديثة، محتاجين مكان نعرض فيه ما هو مخزن من آثار مصرية لم تعرض من قبل، وإن شاء الله هيتم عرضها داخل المتحف المصري الكبير إن شاء الله. المتحف المصري الكبير برضو هيكون أزا ديستريشن، تورس ديستريشن برضو، إحنا محتاجين وجهة للسياح يعني. منطقة الهرم أو وجهة للسياح، هو هيكون بالفعل وجهة أساسية للسياح، لأن حضرتك لو بصينا على آخر الإحصاءات مصر تعتبر من أعلى الـ20 تورس ديستريشن في الفترة الجاية بسبب المتحف المصري الكبير. فالمتحف المصري الكبير مسمع، والمتحف المصري الكبير شهرته مسمع كتير بره حتى قبل افتتاحه. طب وزارة السياحة والآثار هتطلق برضو حملة ترويجية يعني بمناسبة هذا الكلام منفصلة للمتحف المصري الكبير، تعتمد على التقنيات الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي. هيتم إطلاق موقع إلكتروني مخصص للترويج والتعريف عن المتحف، يعني آخر تطورات هذه الفكرة إيه، ولأي مدى يعني هتساهم في الترويج للمتحف عالميا بشكل أكبر وبشكل أوسع؟ احنا بالفعل بدانا من فتره مش فتره بعيده يعني، او من فتره ليست بالقريبه، في التخطيط لحمله ترويجيه لافتتاح المتحف المصري الكبير، ولكن الظروف العالميه السائده في الوقت الحالي وخاصه فيما يخص جائحه كورونا فعملت زي ما قلت لحضرتك في بدايه اللقاء سلو داون لبعض الافكار المتعلقه فيما يخص الحملات الترويجيه الخاصه بالمتحف المصري. لكن في حمله ترويجيه في تخطيط ليها، هل تم اطلاقها؟ هيتم اطلاقها في الوقت المناسب عندما يتم تحديد او بفتره سابقه وكافيه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير. طبعا احنا هل بنعتمد فقط على حملات الترويجيه؟ لا، احنا بالفعل بدانا في انشاء موقع الكتروني، وان شاء الله يتم الاعلان عنه قريبا او اطلاقه قريبا، يعتبر موقع عالمي، وده هيكون احد الماركتنج تولز للمتحف المصري الكبير، بالاضافه الى مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تعتبر من اهم وسائل الترويج في الوقت الحالي. ففي صفحه رئيسيه للمتحف المصري الكبير على الفيسبوك، برضه لينا اكونت على تويتر وانستغرام، كل ده طبعا هو ان كان في بدايته بيهدف او ان كان بيهدف الى الترويج للمتحف المصري الكبير، ولكن انا ممكن اقول لحضرتك ان احنا في الوقت الحالي ولم يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بنتلقى دعوات ومشاركات من مؤسسات علميه ومتاحف كبرى للمشاركه ومد يد التعاون للتعاون مع المتحف المصري الكبير حتى وان لم يتم افتتاحه. وزي ما قلت لحضرتك برضو سابقا ان المتحف المصري الكبير ان دلوقتي ان الاتجاه أو السوق السياحي الدولي، مصر صنفت كأحد الوجهات السياحية التوب 20 في العام القادم أو في العام الحالي بسبب موضوع المتحف المصري الكبير، أو بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير أو ترقب افتتاح المتحف المصري الكبير. طيب دكتور الطيب عباس، اسمحينا هنروح نشوف هذا العرض اللي بيوضح بعض التفاصيل عن المتحف المصري الكبير، ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. نشوف مرة تانية. رجعنا لحضراتكم دكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، مرة تانية أهلا بحضرتك في المواجهة. منظمة اليونسكو يا دكتور قالت عن المتحف المصري الكبير أنه مشروع ضخم والعالم بيترقب افتتاحه، شايف التصريحات دي إزاي؟ دلت التصريحات دي بتدل على شيء مهم جدا جدا، أن بالفعل العالم كله بيترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، وأن المتحف المصري الكبير هيكون سرح ثقافي حضاري لا مثيل له في العالم كله.
ده بالإضافة إلى أنه هيكون من أهم الوجهات السياحية في الفترة القادمة بعد افتتاحه. مفيش حد هينزل مصر، مفيش سائح هينزل مصر من غير ما يزور المتحف المصري الكبير. احنا كنا متوقعين يعني في وقت الافتتاح واني ان شاء الله ما لا يقل عن 3 مليون سائح هيزور المتحف المصري الكبير. التصريحات دي بالفعل في محلها، لان المتحف المصري الكبير زي ما قلت لحضرتك هو بالفعل مسمع بالفعل، لانه صرح، سواء كان صرح لو شفنا من ناحيه المبنى، من ناحيه التصميم والديزاين بتاعه، بالاضافه لما هو معروض فيه. ما فيش مجموعة ملكية كاملة بالشكل اللي هتعرض معروضة في متحف زي ما مجموعة توت عنخ آمون، مش موجودة في أي مكان في العالم. بالإضافة إلى الآثار زي ما قلت لحضرتك المعروضة فيه، في مجموعات أثرية لأول مرة هتعرض، طرق العرض المتبعة فيه أحدث طرق حديثة. فبالفعل المتحف المصري الكبير هيكون وجهة سياحية مشرفة لمصر ووجهة حضارية وثقافية في نفس الوقت. ده بالإضافة إن زي ما أنت حضرتك عارف المتحف الكبير بيقع في منطقة، المنطقة دي لو جينا دلوقتي على أرض الواقع وبصينا عليها، التطوير اللي بيشمل المنطقة المحيطة بواقع بسبب وجود المتحف المصري الكبير، فهو هيكون صرح أثري ثقافي حضاري في الفترة القادمة إن شاء الله، اللي هيرفع المنطقة كلها ككل وليس فقط المبنى المتحف المصري الكبير إن شاء الله. المتحف المصري الكبير شهد كمان الانتهاء من تركيب أول مسلة معلقة في العالم على لوح زجاجي مميز للغاية. كلمنا أكتر عن يعني هذه القطعة الرائعة. طبعا احنا في الفترة اللي فاتت دي بالفعل انتهينا من تثبيت مسلة الملك رمسيس الثاني، وإن شاء الله دلوقتي احنا في وضع الرتوش الأخيرة فقط للمبنى اللي هي مثبتة عليه المسلة. المسلة هتعتبر أول مسلة معلقة، التصميم الخاص بها يعتبر فريد من نوعه، لأن تعليق المسلة بهذا الشكل أو عرضها بهذا الشكل هو يعتبر فريد ما حصلش قبل كده. احنا كانت الفكرة ان الخرطوش أو الاسم الخاص بالملك رمسيس الثاني موجود على جزء أسفل المسلة، فكانت فكرة العرض الخاص بالمسلة دي ان نوضح للزائر ان الاسم الخاص بالملك والزائر من خلال المبنى اللي هو يدخل تحت بالفعل المسلة، هيمشي تحت المسلة وعلى مبنى على جزء زجاجي هيكون فاصل ما بين جسم المسلة وما بين القاعدة الرئيسية، بحيث الزائر هيستمتع برؤية الخرطوش الخاص بالملك رمسيس الثاني. وزي ما قلت لحضرتك بالفعل البناء ده مش موجود أو الفكرة دي مش منفذة في أي مكان غير المتحف المصري الكبير. طب بالنسبة لآخر تطورات الأعمال بالعرض المتحفي الخاص بقاعات الملك توت عنخ آمون، أخبارها إيه؟ وأعمال تثبيت كمان تماثيل الملك سونسرت الأول في مكان عرضها النهائي في المتحف وغيرها من الأعمال الأثرية الأخرى. احنا حضرتك لو هنبدأ بسيناريو العرض الخاص أو بمسار الزيارة الخاص في المتحف المصري الكبير، الزائر بعد ما هيقطع التذكرة هيعدي على ميدان المسلة. ده دلوقتي احنا في زي ما قلت لحضرتك احنا في اجراء الرتوش الاخيره على المبنى اللي بيحوي المسله، اوكي. بعد كده بندخل الاتريوم او البهو العظيم. البهو العظيم موجود فيه تمثال الملك رمسيس، وده تم الانتهاء من تثبيته بالفعل من فتره كبيره. تماثيل الملك سونسرت الاول 10 تماثيل تم الانتهاء من تثبيتهم ووضعهم في وضعهم النهائي وعرضهم النهائي، بالإضافة إلى عمود النص الخاص بالملك ميرنبتاح وأيضا تمثالي الملك والملكة. بعد ذلك في مسار الزيارة هيكون الدرج العظيم. الدرج العظيم 98% منه انتهى، تم تثبيت الآثار على الدرج العظيم، ودلوقتي إحنا بس بنظبط الإضاءات على الدرج وعلى القطع الأثرية. فيما يخص قاعات الملك توت عنخ آمون، إحنا في خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هيتم إدخال الآثار. انتهينا يعني عمليه ادخال الاثر داخل البتارين العرض، طبعا عمليه بيسبقها ترتيبات وتجهيزات كتيره جدا، منها وضع سيناريو ازاي مسار الزياره هيكون موجود، القطع هتعرض باي شكل، مثبتات الاثار هيكون شكلها ازاي، الاضاءه هيكون شكلها ازاي، التصميم القاعه الخاصه بالعرض هيكون شكلها ازاي. تم الانتهاء من كل ذلك، وان شاء الله في خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله هيتم ادخال الآثار الخاصة بالملك توت عنخ آمون إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، شرفتنا في المواجهة. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا الثانية وضيفتي الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو مجلس النواب الأستاذة فريدة الشباشي، استنونا.
أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هناقش عدد من الملفات والقضايا الهامة على الساحة المحلية والإقليمية مع ضيفتي الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب. أستاذة فريدة أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ من تأكيد وزارة التخطيط في بيانها أمام مجلس النواب عن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% في السنين الثلاثة الأخيرة واللي بلغت بمجال البنية الأساسية 500 مليار جنيه. شايفة إزاي هذا الرقم الضخم اللي تم إنفاقه على المرافق المختلفة؟ شايفة أنه متسق مع خطة الدولة و زي ما تقولي ايه الخطة الرئيس، يعني ان هو الحياة الكريمة واللي فيه الوزراء متفقين مع سيادته ومع كل التوجهات بتاع الجديدة بتاعت الدولة. ووزيرة التخطيط الحقيقة يعني مش انا اللي بقول ده، حتى يعني مؤسسات دولية اديتها انها احسن وزيرة عربية، وهي في التخطيط ماشية بالاتساق مع ما هو مطلوب في قطاعات هامة جدا لحياتنا في مصر. يعني مثلا في قطاع في الكهرباء، في البترول، في الإسكان، في الزراعة، في النقل، في الموارد المائية، يعني كل مجال حيوي في مصر بتلاقي وزارة التخطيط ليها يد فيه وليها عمل وليها إنجاز فيه، وكلها مشروعات مهمة جدا في القطاعات اللي دي حيوية، قطاعات حيوية كلها. وكمان الوزيرة يعني خلت الاقتصاد المصري بقى اقتصاد يعني يعتبر قدوة، لأنه في عز جائحة كورونا وفي عز المشاكل دي احنا حققنا نمو 3.6%، وكان مفروض نبقى تقريبا 6% تقريبا، لكن طبعا يعني في ناس كتير حصل لهم انكماش وحصل لهم تردي اقتصادي، بينما احنا الحمد لله صحيح نمو بطيء لكن نمو برضه في النهاية. الحاجة التانية المهمة اللي عايزة اقولها ان الوزيرة نبهت لقضية في منتهى الخطورة في رأيي بالنسبة لنا احنا كمصريين، انها قالت ان الزيادة السكانية بتلتهم كل تنمية بتتم في السنة. يعني احنا لما نزيد 2 مليون وشوية في السنة، فطبعا مفيش أي حد يقدر يجاري الزيادة السكانية دي في التنمية، لأن كل ما تعملي مثلا 100 مدرسة فيجي لك 20 زيادة، 20 عايزين 20 مدرسة زيادة وهكذا. فهي دي عاملة لنا ربكة، ولازم يبقى في أسرة زي ما هي قالت سوية، ويعني يعني كمان يعني بتكفل الكرامة لأولادها بأنها تربيهم كويس وأنها وتنظم الناس. ده مش حاجة خطيرة يعني، ولا حاجة حرام ولا عيب ولا أي حاجة، دي حاجة أساسية عشان لأنه ما ينفعش. يعني إحنا بتقول إن إحنا زدنا 20 مليون في التسع سنين الأخيرة دي، طب هل معقولة دي المعدل ده؟ طب منين يعني الأرض الزراعية محدودة والمية محدودة وكل حاجة محدودة في الدنيا، مش احنا بس يعني. طب أستاذة فريدة كلمينا عن انفاق هذه المبالغ او توابع انفاقها على حياة المواطنين، ولأي مدى ده بيساهم في انه يعني يعمل يعني يحدث من خدمات النقل، الطرق في مختلف انحاء الجمهورية، وانعكاسه ايه على الناس يا أستاذة فريدة؟ والله انعكاسه يعني حاجة يعني نعمة من ربنا زي ما بيقولوا، لانه انت النهارده لما تاخدي مشوار في طرق مكسره ومش مرصوفه وسيئه وبتاخديه مثلا في 3 ساعات، بينما بعد كده بتيجي على طريق محترم وزي يعني وفق المعايير الدوليه والحاجات والطرق الحديثه يعني زي ما بنقول، فدي بتاخديه في ربع ساعه بدل 3 ساعات. كل ده حاجة يعني حاجة عارفة ايه؟ متعددة الفوائد. يعني اولا بتمنع العادم اللي بيطلق من السيارات اللي واقفة وبيلوث الجو، وبتوفر لك وقت وبتوفر لك جهد وبتوفر لك وقود. كل ده كل دي حاجات، ده مثلا ده قطاع واحد اللي هو النقل او الطرق يعني.
عندك حاجات كتير تانية يعني كل المجالات اللي هي مثلا النقل ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، لكن هي كمان اتكلمت عن الكهرباء. لاحظي ان كل حاجة دلوقتي بقت كهربائية، يعني احنا لو ما فيش كهرباء هنرجع للعصور ما قبل العصور الوسطى كمان. يعني في يعني الكهرباء دي حاجة بقت أساسية في الحياة طبعا. كل حاجة معانا، كل حاجة في البيت، كل حاجة في الدنيا بتشتغل بالكهرباء. مش هنعيش في ظلمة ونعيش في يعني كل ده يعني أكيد. في الموارد، في الموارد المائية يعني الصرف الصحي والمية العذبة لمية الشرب يعني في القرى وفي الأماكن اللي مش واصلة لها، كل دي بتغير حياتنا إلى الأفضل، بتغير حياتنا إلى حياة مدنية حديثة محترمة يعني في كل مجال. الحقيقة الواحد يقول الحمد لله إن إحنا دلوقتي عندنا فريق بيشتغل مع الرئيس كده يعني وبالحماسة دي، ووزيرة التخطيط من النماذج المضيئة والنماذج المحترمة في مجال الوزراء يعني، وكل المؤسسات الدولية بتشهد بالنمو الاقتصادي وبتشهد بالنجاح في ظل الكورونا يعني النجاح. خدي بالك ان احنا ما نقصناش حاجة خالص يا ريهام، احنا ما فيش زحام على الخبز، ما فيش زحام على الأنابيب البوتاجاز، ما فيش زحام على المواصلات، ما فيش. احنا الاول كنا بنتخنق طول الوقت يعني ما فيش سلعة نقصت لنا، وكل ده لانه في تنسيق بين كل يعني ما تقولي ايه القيادات في الدولة. صحيح. يعني عندك في مجال التخطيط طب. يعني الحقيقة الواحد حاسس بالجهد بتاعها وحاسس بذكائها هقولك ايه عبقريتها الحقيقة يعني انه في ظل الظروف دي نبقى كده يعني الحمد لله. طب انا هستأذنك استاذة فريدة والسادة المشاهدين، احنا يعني قبل ما نكمل حوارنا معاكي نروح نشوف هذا العرض اللي بيتناول المشروعات اللي انتهت الدولة منها خلال عامي 2019-2020 ونرجع نكمل حوارنا. هنرجع مرة تانية لحياتك أستاذة فريدة الشباشي، شايفة اهتمام الدولة ازاي بحياة وصحة المواطن والخدمات اللي بتقدمها له ضمن مبادرة حياة كريمة؟ شوفي أنا شايفة أنها بتعمل لنا حياة كريمة. خدي بالك أنت عندك تطوير الريف مثلا ده أنا بعتبره هو ده ثورة يونيو، لأنه كان لازم ثورة عشان الريف المصري بقاله 50 سنة محدش بيبص عليه. فإحنا النهاردة كل حاجة في البلد، كل قطاع، كل شوفي يعني لما يبقى رئيس الجمهورية النهاردة مثلا في بحيرة البردويل وبيهتم بيها وبيشوف إنتاجها إيه، وكل يوم في مكان في العاصمة الإدارية بيشوفها، شوفي المتابعة بتاعت الرئيس دي حاجة كنا مفتقدينها طول الفترة اللي فاتت. أنت عمرك شفتي رئيس راح في حتة يتابع؟ مفيش. فإحنا النهاردة عندنا متابعة لكل ما يعني الاستراتيجية اللي في ذهن الرئيس بأنه ننتقل إلى حياة كريمة. كل حاجة عندنا
بيشوفها، وزي ما شفنا الوقت كده الطرق، المدارس، المستشفيات، الأسر الفقيرة المحتاجة، الأسر ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، الأمهات، المرأة المعيلة، كبار السن، ما فيش حد لا يحظى باهتمام الرئيس وعنايته وجهده في أنه يخلي يحول حياته إلى حياة الأول مقبولة وبعدين محبوبة. يعني الواحد عشان يحب، لما يعيش كويس بيحب حياته. فكل حاجة مسخرة لإسعاد المصريين وإسعاد الإنسانية المصرية حتى ترجع تاني تبدع ومصر تاخد مكانها ومكانتها تاني. ده احنا ده الواحد كان يعني دي، شوفي النهاردة مثلا، شوفي النهاردة الاجتماع الفلسطيني اللي عندنا، مصر بترجع تسترجع دورها، دورها الحقيقي بقى. يعني هي شوفي قد ايه مهمة بالنسبة للم الشمل العربي، لمساعدة الأشقاء العرب، لكل حاجة النهاردة ايدها فيها ايد خير. يعني ما فيش ولا حاجة بتعملها ممكن تلام عليها او تضايق حد. يعني فكل اللي بيحصل في مصر النهاردة وكل المصريين حاسين ان حياتهم بتبقى احسن. يعني أكيد. كل واحد في مجاله. طيب. يعني يعني كل واحد، يعني حتى الناس الميسوري الحال برضو حياتهم بتبقى افضل نتيجة تحسن الخدمات. طبعا اكيد يا استاذه فريده، زي ما قلنا. طيب. ممتاز. بمناسبه الحديث عن صحه المواطنين، وزيره الصحه اكدت ان القوافل الطبيه قدمت خدمتها بالمجان لمليون و77 الف مواطن خلال عام. تقييمك ايه لجهود الدوله في تقديم الرعايه الصحيه للمواطنين؟ شوفي انا بتكلم، اذا سمعت كويس بتكلميني عن مش كده؟ عن الصحة وعن إعلان الوزيرة أن القوافل الطبية قدمت خدمتها بالمجان لمليون و77 ألف مواطن خلال سنة واحدة. بالضبط. أنا عايزة أقول أنه هنا لازم نقف ونشوف أن المريض مش هو اللي بيروح ينتقل، دي الدولة بتنتقل للمريض اللي مش قادر في المناطق النائية والناس اللي مش قادرة تتحرك. ودي على فكرة دي في حد ذاتها يعني عمل نبيل ملوش وصف. يعني من أنبل ما يمكن تصرف الدولة النهاردة، إن هي بتروح للمريض وهي اللي بتوديله الأدوية وهي اللي بتعمله المستشفيات الميدانية وهي اللي بتعمله تحليل الدم والأشعاعات. ده يعني الدولة اللي بتروح له مش هو اللي بيروح. يعني دي حاجة يعني أفتكر ما حصلتش طوال عقود من اللي فاتت. يعني فالاهتمام بصحة المواطن ده برضو شيء في منتهى الأهمية، لأنه العقل السليم في الجسم السليم. يعني لما الواحد يبقى بيعاني وتعبان ومريض ومش لاقي، أولا هيبقى ساخط ومش طايق نفسه ولا طايق الدنيا كلها، وبعدين كمان فوق كده هيبقى يعني بيتعذب. يعني ان الدولة تبقى حريصة ان ما فيش مواطن يتعذب وتذهب هي اليه. يعني ما تقولوش طب تعالى بقى خد حاجة وتعالى لي، لا، هي اللي بتروح له. وزيرة الصحة ماشية والقوافل بتاعتها ماشية، والاستاذ اللي معاه مجاهد، دكتور خالد مجاهد، يعني كلهم الحقيقة يعني الحقيقة انهم بيعملوا جهد مشكور. وانا اكتر حاجة مأثرة فيا كمواطنة، واعتقد انها بتأثر في كل المصريين، ان الدولة دلوقتي هي اللي بتبحث عن اللي عنده اي مشكلة صحية، وهي اللي بتخففها له، وهي اللي بتعالجه، وهي اللي بتعمل له الوقاية، وهي اللي بتعمله تحاليل الدم. كل دي حاجات مهمة جدا جدا بتعملها وزارة الصحة، ما حصلتش قبل السيسي. طب القوافل دي بتأتي يعني ضمن مبادرة الرئيس القوافل دي أستاذة فريدة بتأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي مبادرة حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمناطق المحرومة. أنا بقول إن القوافل دي بتأتي ضمن مبادرة حياة كريمة في المناطق النائية أستاذة فريدة والمناطق المحرومة. أنا السؤال أنا بقوله تاني، حضرتك سمعاني كده؟ أستاذة فريدة سمعاني؟
طيب هو يبدو ان في مشكله فعلا، هي مش قادره ان هي تسمعني، لكن انا كنت بتكلم عن القوافل دي وفكره وصولها للمواطنين في المناطق النائيه والمناطق المحرومه من حياه من خدمات صحيه بالنسبه للمواطنين. اهميه الوصول لهذه الاماكن ايه؟ ده اللي هنحاول نحن نعرفه لما نتصل مره ثانيه بالاستاذه فريده الشباشي عضو مجلس النواب والكاتبه الصحفيه. طبعا في مناطق بالتاكيد حضراتكم عارفين ما كانتش بتوصل لها اي خدمات طبية وكانت محرومة منها، والحقيقة أنه ما ينفعش أن أي مواطن يكون محروم من عنصر أساسي وهو الصحة وتقديم الرعاية الصحية له من قبل دولته. أستاذة فريدة حياتك سمعاني دلوقتي كويس؟ أستاذة فريدة حياتك سمعاني؟ أيوة هايل. بصي أنا كنت بسأل سمعاكي بس بصعوبة على فكرة. طيب أنا هحاول أعلي صوتي قد ما أقدر. طيب القوافل دي بنقول ان هي بتاتي ضمن مبادره الرئيس حياه كريمه علشان تقدم خدمات طبيه مجانيه للمواطنين في المناطق النائيه والمحرومه من ان يكون فيها خدمات صحيه. شايفه ازاي وصول الخدمات الطبيه المتطوره لهذه الاماكن اللي ما كانش فيها اي نوع من الخدمه الصحيه؟ لا للاسف انا مش سامع الصوت، السؤال مش واصلني. طيب احنا هنحاول مرة تانية مع حضرتك الكاتبة الأستاذة فريدة الشباشي. طيب حياة كريمة طبعا بتشمل عناصر كتير، منها الصحة، منها السكن، منها فرص عمل، مشاريع، يعني الحقيقة هي شاملة لكل ما يمكن أن يتم توفيره للمواطنين من أجل أن يكون عندهم حياة كريمة بكل جوانبها الحقيقة. وده يمكن من الحاجات اللي بيأكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما، أن حقوق الإنسان الحقيقة بتشمل فعلا جوانب كتيرة جدا، منها السكن ومنها الصحة ومنها التعليم ومنها أنه يكون متوفر الطعام، يكون متوفر طرق جيدة للمواطن لكي يستخدمها ويسير من خلالها. طبعا أنتوا شايفين على الشاشة هذه القوافل أو بعض من هذه القوافل، وهم بيقدموا الخدمة للمواطنين زي ما كنا بنقول في مناطق ما كانتش بتوصل لها الخدمة على الإطلاق، بقت بتوصل لها هذه القوافل لتقديم الخدمات. وبالتأكيد المواطنين هناك يعني بالتأكيد بيكونوا محتاجين بشكل يعني محتاجين جدا لهذه القوافل، لأنه ما فيش إنسان يقدر يعيش من غير خدمة طبية كريمة توفر لي، وده أبسط حقوقه الحقيقة على الدولة ان تكون مهتمه بيه وبصحته. حضراتكم شايفين طبعا بعض المواطنين على الشاشه هو بيتم توقيع الكشف عليهم، الكشف بيكون بالمجان، تقديم العلاج ايضا اذا كان هناك اي تحاليل او اي اشعاعات او اي فحوصات من المفترض ان هي تقدم بالنسبه لهؤلاء المواطنين، فده بيحصل بالفعل. طبعا مبادرات فيما يخص مجال الصحه كتير قامت بيها مصر، منها قوائم الانتظار، منها الفيروس سي، القضاء على فيروس سي، منها الكشف على الأطفال، التقزم والأنيميا، مبادرات خاصة بصحة المرأة، الحالات الحرجة وإجراء الجراحات للحالات الحرجة، الحالات الأمراض غير السارية. يعني الحقيقة صحة المرأة زي ما كنا بنقول، وإن الرئيس مهتم جدا بالمرأة المصرية بشكل عام في كل الجوانب ومنها الصحة بما إنه بنتكلم عن الصحة، يعني مبادرات كتير خاصة بهذا الملف. أيضا ملف الصحة إحنا شفناها على مدار السنوات اللي فاتت الدولة مهتم بيها، مهتمة بيها، قدرنا إن إحنا نحقق نجاحات. يعني مثلا في ما يخص فيروس سي قدرنا إن إحنا نقضي على فيروس سي، على الرغم من إن مصر قبل كده كانت من أكثر الدول أو من أعلى المعدلات يعني في الإصابة بفيروس سي، وكان تحدي كبير بالنسبة لنا إن إحنا نستطيع نتغلب عليه، والحقيقة إن العالم أصبح بيشيد بهذه التجربة، والبعض بقى بيجي مصر من الخارج لأنه إحنا بنوفر علاج، وبنوفر علاج أيضا بأسعار تقل كثيرا عما هو موجود في العالم كله. يعني أنا بشكر حضراتكم، بشكر أستاذة فريدة الشباشي، وبعتذر لها أنه حصل مشكلة تقنية يعني في الصوت، ما كناش عارفين أن احنا نتواصل جيدا، ولكن يعني عرفنا نحن على الأقل ناخد رأيها في بعض الملفات المهمة النهاردة. بشكركم، أقول لكم تصبحوا على خير، وبكرة إن شاء الله هتكون معاكم لما جبريل في المواجهة. استنوها.